يمثل العهد الميمون لأمير دولة الكويت الشيخ مشعل أحمد الصباح حفظه الله عهدا تستمر فيه دولة الكويت البناء على ما تحقق من منجزات للدبلوماسية الكويتية وفق ثوابت أرساها القادة السابقون على مدى أكثر من ستين عاما وكان دور الكويت وسيبقى واضحا كدولة تسعى من خلال الدبلوماسية التوفيقية لممارسة دور إيجابي في تقريب وجهات النظر وحل النزاعات والاختلافات بالطرق السلمية المبنية على الحوار باتزان ووفق ثوابت تستمر دوله الكويت في سياستها الخارجيه وابرزها التضامن ووحده المصير الخليجي والتضامن العربي من منطلق وحده المصير الحتمي للامه العربيه كما ارتكزت سياستها على مساعده الدول العربيه بكل ما تملكه من طاقات سياسيه وماديه بما في ذلك تقديم المنح والقروض للدول التي هي في حاجه اليها الى جانب التوفيق والوساطه في العديد من الخلافات الاقليميه نشاط أمير دولة الكويت تجلى في المرحلة السابقة لتوليه مقاليد الحكم عندما كان وليا للعهد في فترة حكم الأمير نواف الأحمد الصباح رحمه الله وتمثيله للأمير نيابة عنه في مختلف المحافل الإقليمية والدولية ليكون مؤكدا وحاميا لما تحقق من منجزات للسياسة الكويتية الخارجية على مدى أكثر من ستين عاما فكان حضوره الخليجي والعربي والعالمي واضحا حيث تقدم المشهد السياسي بحزمه وعزمه. وفي العهد الميموني لامير الكويت الشيخ مشعل الاحمد الصباح تنطلق الكويت في هذه المرحله المهمه من تاريخها مستنده الى تلك الثوابت ويسعى اميرها حفظه الله لمواصله ما بناه القاده السابقين من ارث للدبلوماسيه الكويتيه والنشاط الفعال في نطاق المجتمع الدولي. ودائما ما نرى يد الكويت ممدوده للاشقاء والاصدقاء من اجل الخير والرفاه المشترك وكان دور الكويت وسوف يبقى واضحا كدوله تسعى من خلال الدبلوماسيه التوفيقيه لممارسه دور ايجابي في تقريب وجهات النظر وحل النزاعات والاختلافات بالطرق السلميه المبنيه على الحوار خاصه عندما تتعلق القضايا بالشان الخليجي والعربي لان العمقان الخليجي والعربي هما عمق للكويت وضمان امن واتزان هذين العمقين بالنسبه للكويت هو ضمان امن دوله الكويت.